قد لا يعقلها الناظر أن ما ترى عيناه هو الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية، فالصورة تغني عن أي كلام. الحوادث الكثيرة على هذا الطريق أدت إلى تسميته طريق الموت، وعلى الرغم من الجبايات الخاصة بهذا الطريق ومرأى وعلم الجهات المعنية بقي ومنذ سنوات وسنوات على هذا الحال. أول شيء هذا شارع محفر، يعني الساعة أبسط شيء صار لنا حادث من الجينة، يا رجال شايب ايش كبره ايش قده الدعم نور اللورة خفف، ها كان طبينا بالسيارة احنا ثلاثة تشاكتنا ضرب قبر بالسياج بعد راسي صعد ابو اللوري ها وجا هذا من ورا طس طسات يجي نقار نقار، يعني وين يعني هذا مطالبنا وين؟ هسه ابسط شيء شارع ما يسوونه ليش؟ اولا هذا الطريق يعتبر الشريان الابهر بين بغداد وسامراء والشمال، فهذه الطريق عانى ما عانى من كوارث، فنوصل صوتنا للجهة اللي تسمعنا واللي ساندنا بإكساء الشوارع بتبليط الشوارع، فأكثرها تسبب حالات حوادث مرورية. مراقبون أكدوا أن ما يصرف على ترميم وإكساء طريق بغداد صلاح الدين وصل إلى المليارات، ولكن أرض الواقع تؤكد أن الحلول الترقيعية أحيانا هنا وهناك ما هي إلا تغطية على ملفات الفساد، لذا فقد طالبوا بتخصيص لجان تحقيقية ومتابعة حكومية لحل أزمة هذا الطريق التي طال أمدها. طبعا هذا الطريق هو يعني بالعديد من التكسرات اللي يؤدي إلى حوادث مرورية بسبب هذه التكسرات. نسمع أنه أكو حملة إعمار لهذا الطريق، لكن على أرض الواقع ماكو. يعني الأموال المرصودة إلى حسب ما نسمع أنه عشرات المليارات، بالتالي عشرات المليارات هي ضايعة، فأكيد أنه أكو فساد لأنه ماكو شيء على أرض الواقع. فعلى الحكومة أو الجهات المعنية أنه تخصص لجنة لمتابعة تنفيذ عملية إكساء الشوارع ومراقبة تنفيذ هذه الأعمال. طريق استراتيجي على مرأى جميع المسؤولين كبيرهم قبل صغيرهم، سنوات مرت على تسميته طريق الموت، وما زال يتنقل بسالكيه من خطر إلى خطر دون اكتراث أحد من أصحاب الشأن. مصلح الدين، فراس الحسني، التغيير.